أهلا بكم في أخبار الحاج أحمد. يقول برغم الملايير اللي صرفتها الدولة في بناء السبيطارات وجلب الماتريال، إلا أن الكثير من سبيطاراتنا ما زال الإهمال فيها معشش في العقول والضمائر. بزاف من الدواوير والمناطق الصحراوية اللي فيها إهمال صحي كبير، رغم أن البعض منها استفاد من مراكز الصحة الجوارية واللي بقات كركاسة بلا روح بسبب نقص الطب الماتريال والسبيسياليست كما صرح هذا المواطن. واش من قناة هذي؟ الشروق. تبارك الله شيزي، تبارك الله. وفاش نهضروا؟ والو، ما كان لا شك في الصحي لا والو. فين هي الصحة يا وزير الصحة؟ ولا احنا في الصحراء ما نمرضوش؟ ولا تعرفونا غير فينا تاو البترول؟ هكا القنوات حتى في الاحوال الجويه يقولونا باقي البلاد. والو يا اخي، ما عندنا والو. انا الصيف اللي فات كانت الزوجه نتاعي حامل، ما كان لا سبيطار لا طلوسبور. ايوا واش نديرو اسيدي؟ ايوا فتحت وكليت. واش كانت حامل؟ كانت حامل بجله. يشتكي المواطن الزوالي من إهمال السبيطارات وغلاء العيادات الخاصة اللي أصبح البعض منها يبروفيتي في المواطن في غياب الكنترول وغياب تحديد الأسعار. في كثير من الأحيان يقوم وزير المتوجعين بزيارات فجائية للقطاع نتاعو باش يطالع على أحوال المتوجعين، فيتوجع لتوجعهم وتوجع القطاع نتاعو. في سابقة جديدة تقوم بعض السبيطارات بتوظيف من نوع خاص، هذه التجربة اللي تعتبر قفزة نوعية في عالم الصحة، وعليها يحدثنا البروفيسور المختص في عالم التمسخير. في الحقيقة كوم فو سافي، هذه التجربة نتاعنا تعتبر قفزة نوعية في عالم الطب. احنا رانا نقوم بتوظيف الجريلو والناموس لخدمة المريض. احنا لما المريض يجينا أول مرة نديروا له تحاليل باش نعرفوا الحشرة اللي تجيب نتيجة. إذا كان المريض طفل صغير نبعثوا له جريلو صغير صغنطوطح. اما اذا كانت امراه نبحثوا لها قرلو لاباس به، واذا كان رجل نقولوا الناموس. وهذه التجربه والحمد لله جابت نتيجه جيده جدا. راهي 99.99% من المرضى ما يقعدوش يومين في السبيطار نتاعنا. اخبار اليوم كملت، نخلوكم مع الاحوال الجويه وتهلاو في رواحكم باه ما تمرضوش. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الجوية على أحوالنا الاجتماعية. شهد قطاع الصحة هبوب رياح الإهمال وارتفاع درجة اللامبالاة بسبب الضباب الذي غطى الضمائر، وقد شهدت المناطق الصحراوية والنائية انخفاض كبير في درجات التكفل الصحي. كافة مناطق الوطن سيدوي بها رعد غضب المرضى وارتفاع درجات أنينهم ليلا ونهارا. درجات الإهمال الصحي لا تختلف كثيرا عن باقي مناطق الوطن، ففي الشرق بلغت 42 أحوجيانة، أما في الوسط 43 أحوجيانة، وفي الغرب 41 أحوجيانة. أما المناطق الداخلية فتعرف ارتفاعا محسوسا لتبلغ 45 أحوجيانة، والمناطق الصحراوية عرفت ارتفاع قياسي في درجات الإهمال الصحي لتبلغ 48 و50 أحوجيانة، والله أعلم. باش مرضانا الاعزاء يبراو بالخف وما يزيدوش يمرضوا، درنا ديناميكيه جديده. وباش نسو خاوتنا المرضى في الالام نتاعهم، نخلوهم يطيبوا بمقارعه في ليزيرجونس الى ما عندهمش العرس. وباش نتاكدوا الى صح راك مريض،
لازم نشوفوك تلقف وتشهد. ومن أجل تشجيعكم ودعمكم باش ما تزيدوش تمرضوا، طولناكم في لي رونديفو تاع لي زاناليز ولي راديو. قطاع الصحة نتاعنا يكره لكم حياتكم. خلوني خلوني ما تدونيش للسبيطار، راهم يعيبوني ويزيدوني في الأضرار.